غني. ومشكلة معاك مشكلتيني في حياتي، مشكلتيني في ذاتي. مشكلة معاك نجلس حداك مشكلة، نحكي وياك مشكلة، نخوي قلبي مشكلة. مشكلة معاك ومشكلة معاك مشكلتيني في حياتي، مشكلتيني في ذاتي. يا ودي مشكلة معاك. حاتم إدار، مرحبا فيك بسكاي نيوز عربية. بارك الله فيك. مشكلتي معك إنه الغنية اللي عم بتغنيها هي مشكلة، لما بتغنيها بلا موسيقى كتير نفسها مغربي، لكن لما شفتها بالكليب كتير كانت رايحة للستيل الخليجي. الخليجي أكثر. أنا تعودت إنه يكون في مزيج ما بين الخليجي والمغربي، حتى تكون صلة وصل أو طريقة معينة أن توصل الأغنية للوطن العربي ودول الخليج. فهذه بالضبط كانت الفكرة. وأيضا قد ما بتوسط الأنغام تبعك يعني كمغربي، قد ما كتوصلها بصوان تغميدية يعني بدون حواجز بسهولة. وأنا تفاجأت أنه الأغنية يعني عندها يعني منتشرة بطريقة قوية بالخليج. ليه بتحس أنه لازم تكون الأغنية المغربية بحاجة لشي يسندها لتكون معروفة، رغم أنه في مجموعة كتير كبيرة من الفنانين المغاربة من المغرب العربي بشكل عام وصلت أغانيهم إلى مصر، إلى لبنان، إلى سوريا بدون ما يكون في إلى يعني مرادف آخر موسيقي؟ أول شيء ما دورنا كفنانين مغاربة يعني كسفراء للفن المغربي ان نوصل بجميع الطرق، اكيد الطرق اللي هي مزيانه والطرق اللي عندها الطرق اللي هي يعني مرتبه كيف يقولون باللبناني. فدوري كباقي الفنانين انا نحاول نوصل ثقافتي وحضارتي اللي كنعتز بها بزاف يعني جدا بزاف يعني بزاف يعني جدا. لكن موضوع باقي الفنانين اكيد هناك ظروف ساعات بتساعد، مثلا في فنانين من من من, من شمال افريقيا يعني من المغرب العربي، لكن التزموا مع شركات بلبنان او بالخليج او بمصر اللي هي اللي وصلتهم باسرع طريقه، وكانت يعني المفتاح انهم يوصلوا بسهوله للوطن العربي. لكن ماشي يعني مش كل الفنانين كلهم المغاربه عندهم هذه الظروف. مثلا على سبيل المثال مثلا صابر الرباعي، صابر الرباعي كفنان اكيد انا من عشاق الفنان صابر الرباعي، من الفنانين اللي كانت بديت من لبنان وكان مع شركة يعني مع ناس من لبنان وكانت اداره من لبنان، لان كنظن الستاف تبعه او الناس اللي كانوا داعمينه عندهم علاقه بالوسط الفني اكثر. يعني ممكن ما غاديش يلقى نفس الانتشار لو كان بدا 100% من 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 تونس على حسب رايي. ايضا ما تنسى صابر بالوقت اللي طلع فيه كان هناك عدد قليل جدا من الفنانين، يعني اليوم بوسط هذا الكم الكبير الموجود على الساحة الفنية من جيل جديد وجيل قديم، حاتم إدار أين تجد نفسك؟ هذا سؤال يعني ممكن يجاوب عليه يعني فانز أو جمهور بصفة عامة، لكن أنا كنشوف حالي أنه حاولت نأخذ العصية من النص، أكون يعني الأصالة والمعاصرة، يعني يكون مزيج ما بين الثقافة الطربية الأصيلة اللي تعلمنا عليها ولا زلنا نتعلم، وأيضا موضوع الاغاني الخفيفه اللي هي مدار اللي حاليا عنده واحد شريحه كبيره بالشباب يعني كيستهلكوها اكثر واكثر. عموما انت توقفت لفتره عن الفن بسبب مرضك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بعد عودتك يعني من المرض قدمت اغنيه جديده، يمكن العالم شافوا التيزر او حتى نزلت الاغنيه، بس عملت منها نسختين، واحده لليوتيوب او للسوشيال ميديا والاخرى للمحطات. اول شيء انا ما عملتش نسختين باش نصلح هذه الفكره. انا عملت كليب عادي لان اللي كنت مقتنع به وبان لي كليب يعني ممكن ما فيش يعني شيء غلط او شيء اللي ممكن انه يخلق لي مشكل، لكن مع احترامي لبعض القنوات اللي اكيد عندها تحفظ معين او عندها ظروف اداريه اكبر منها، يعني في لقانون معين مفروضين انهم يعني ما يحطوا بعض المشاهد اللي هما مش يعني مش متعودين انهم يحطوها بالقنوات تبعهم. انا بحترم هذو الناس ومن هنيك هم يعني ضبطوا هذا الموضوع، يعني هم اللي تكفلوا. انا يعني ما عملتش يعني الفيرسون اللي عندي حاليا موجوده
هي نفسها اللي موجودة على اليوتيوب. باليوتيوب تبع حاتم إدار ونفس الـ نفس الـ نفس اللينك يعني في لينك واحد. ناري جبتها في راسي هذه الأخرى ليا شربتيني من كاسي شفيتي العدا فيا. ناري جبتها في راسي هذه الأخرى ليا شربتيني من كاسي شفيتي العدا فيا. شبها في راسه شبها في راسه. حتى من كثير الناس ربطوا ما بين مرضك وحالة الشفاء وبنفس الوقت حالة الموسيقى. في ناس قالوا انه انت بعد ما تحديت المرض وبعد ما خلصت من المرض رجعت تغني بالوقت اللي الناس كانوا ناطرين انك تتوقف او انك تتجه للاغاني الدينيه. شو ردك؟ اول شيء انا كنعتز كوني مسلم، كوني مغربي، والدين معامله، الفن هو شيء نبيل جدا يعني، وكل واحد هو حر في انتقاداته، وكل واحد على ذكر في انترفيو كان عجبني الفنان راغب علامة وكان قال كلمة عجبتني كثير، كل واحد حر في أصبعه على شو بيضغط. حتى مؤخرا هناك فنانون جدد ظهروا من المغرب، حتى معظم البرامج يلي بتطلع المواهب الغنائية عم نشوف هناك كم كبير من المغاربة موجودين بهدول البرامج. اليوم ما هو العائق الذي يمنع وصول هذه المواهب إلى الساحة التجارية أو إلى الساحة الفنية المنتشرة؟ هي أصلا تجارية يعني، عندك حق أن صارت تجارية أكثر من ما هي فنية، لكن لا يصح إلا الصحيح. هناك جمهور ذواق، هناك جمهور اللي بيحل متعطش للفن الجميل، سواء كان أغنية كيف ما كان لونها أو نوعيتها تبقى الفن بصفة عامة. دور هذه البرامج أو دور هذه الناس ممكن على حسب تفكيري أنهم كيشجعوا أو كيعونوا وكيعطوك البداية، والبداية هي أهم شيء، لكن المهم هو الاجتهاد تبع الشخص في حد ذاته أنه يجتهد مع بعض البرنامج اللي بيشارك فيه. سعد المجرد أحد الأسماء التي ظهرت مؤخرا على الساحة الفنية، هل تعتقد أنه الميديا اليوم لعبت دور كبير في انتشار سعد أم الموهبة فقط؟ سعد صديقي وعلاقة طيبة جدا 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 من الزمانات يعني، بهذا المناسبة أيضا كنوجه تحية من خلال الشاشة الصغيرة. سعد كباقي أو كمجموعة من الفنانين الشباب المغاربة عملوا أول شيء مجهود خاص مشكورين عليه يعني، هذا المجهود اللي كان خاص يعني، يعني مجهود شخصي، إنتاج، تسويق، فكانت مراحل لهذا الفنانين المغاربة الشباب عملوها لغاية ما وصلوا للإعلام العربي. أكيد لو ما كان اجتهاد شخصي منهم ما كانوش وصلوا اللي وصلوا حاليا. فبكل صراحة يعني بحكم تجربتي المتواضعة بالمجال الفني، هذا الجيل اللي تبارك الله أنه حاول أنه يرجع القيمة للأغنية المغربية لدرجة أنه صار كبار الفنانين العرب كيتغنوا بالأغنية المغربية، هذا أكيد كان اجتهاد شخصي 100% في أول طريق، أكيد في أول طريق، لكن بعدين كتسهل الأمور أكثر وأكثر، كيصيروا شركات، كيصيروا محطات تلفزيونية، كيصير إعلام متتبع، لكن أكيد البداية هي اللي كانت صعبة كثير، فهم اجتهدوا، أنا واحد منهم يعني، كيكون اجتهاد أول شيء شخصي 100%. أنا بعرف أنه في بالمغرب مجموعة كبيرة من الفنون، يعني هناك الأغنية الأمازيغية، هناك الأغنيات الصوفية، هناك الأندلسي، هناك الملحون، هناك الآلة، هناك الطقطوقة الجبلية، يعني اسم الله عنكم بحر من الفنون. المغربية غنية جدا. نعم. ما هي الأغنية المغربية الصرفة؟ الأغنية المغربية هي مزيج ديال هاد الألوان اللي تكلمت عليها من قبل يعني، لأنه لا جزء يعني، كل أجزاء ما تقدرش تحيدها على الجزء الآخر. غني لي أغنية مغربية الصرفة تماما. شداني علاش مشيت غير نظرة من عيونه باش بلاني راه كواني أشداني زلقوا بيا رجليا وزادوا عينيا هما الاثنين اللي سباري في هاد الكيا خلاو القلب شعلة في نار قوية عيني. اليوم حاتم شو عم تعمل؟ يعني اليوم لشو عم بتحضر؟ شو الشيء الجديد اللي عندك؟
بحضر عمل جديد في مفاجأة إن شاء الله، لكن أكيد ما غاديش نعلن عليه لغاية ما تأخذ الأغنية الترونسيس حقها أكثر وأكثر إن شاء الله. فهمت أنك عم تجرب تحضر لشيء عالمي، ديو بينك وبين حدا أجنبي، صح هذا الكلام؟ يعني اسم الله يخزي العين يعني. عندك يعني دراية بكل شيء. لا في هذا إن شاء الله، في هذا المشروع، لكن دائما أنا من عادتي ومن تربيتي أنه ما كنتكلمش على الشيء لغاية ما كيكون 100% حاضر جاهز يعني. طب ليه الفنان المغربي دائما بيطلع للغرب أكثر من العرب؟ يعني ليش الضيو لازم العرب يكون عالم؟ حتى العرب أيضا. يعني مش المغربي، يعني العرب بصفة عامة كنشوف بأن مثلا بلبنان، سوريا، بالمغرب، بالأردن، يعني الوطن العربي كتشوف بأنه في تواصل ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى العربية. هذا ليس بشيء يعني مش منيح، يعني هذا شيء جميل جدا، لأنه الموسيقى قد ما كان فيها تمازج بطريقة منيحة بطريقة راقية بيكون العطاء أكثر وأكثر. فأنا كنشوف هذا ممكن إبداع أو ممكن تطور، لكن كنحافظوا على الهوية تبعنا هي العربية المحضة القحة. حاتم، نحن اليوم موجودين بأبو ظبي، إذا بدي تنهي الحوار بأغنية خليجية مين بيخطر لك؟ نغني الحاتم إدار. لما نزيد نتيق اللي خان مرة قادر يخون مرة جوج وعشرة، من حلامي غادي نفيق وما نرجع للي كنت مع صابر في الاخر خان العشرة، ولا ما نزيد نتيق اللي بعني مرة قادر يخون مرة جوج وعشرة، من أحلامي غادي نفيق وما نرجع للي كنت مع صابر في الأخر خان العشرة، خلاني هجر وبكى عيني، خلى دمعي هواد واليوم راجع من تاني جاي تفلسف عليا، داير فيها أستاذ وارتاحوا يا حساد يا اللي جارين معايا، اليوم تقاد المداد سلا وحروف الحكاية. شكرا.